تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية جهودها لإزالة وشفط كميات مياه الأمطار الغزيرة. ففي القاهرة الكبرى تم الدفع بسيارات شفط الأمطار والأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين، مع استمرار كسح التجمعات بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف. الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ والتواجد بالشوارع من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية لتوزيع الشفاطات والبدلات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، وذلك لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية. وفي البحيرة تتابع الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، حيث تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه، وتحسبا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيء، قررت المحافظة تعطيل الدراسة بمراكز رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار اليوم الاثنين.